مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا واللي أبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع امبارح الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وطلع سيادته على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء واللي بتستهدف تحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وجودة الشبكة القومية بصفة عامة. كمان امبارح بسنت القوات الجوية افتتحت أعمال التطوير لمركز النسور لذوي الهمم، والبابا تودروس ترأس قداس دخول العائلة المقدسة لمصر. خلونا نعرف تفاصيل وأخبار أكثر من سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة تصدرت الاهتمامات امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، واطلع سيادته على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء اللي بتهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر التواصل المجتمعي وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لأبناء الوطن من ذوي الهمم أو قادرون باختلاف، افتتح الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية مركز النسور لذوي الهمم أو زايد الطبي بعد انتهاء أعمال تطويره ورفع كفاءته لتقديم خدمة طبية متميزة لهم. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنه بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية تم تنظيم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة الثالثة بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، واللي بيعد صرح رياضي بيدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية، وأقيمت فعاليات البطولة على مدار يومين 28 و29/5/2023، وده بمشاركة 33 فارس وفارسة وجواد في مباريات البطولة. امبارح ترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة العذراء مريم بالمعادي، وصلى قداسة البابا توادروس الثاني صلوات القداس الإلهي على مذبح تم إعداده خصيصاً في مواجهة نهر النيل داخل نطاق الكنيسة احتفالاً بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر. امبارح تم صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، وانتظم الصرف بجانب أيضاً السلع التموينية اللي بتصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين بتكلفة تتجاوز 3 مليار جنيه شهرياً.